السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم سعيد الشو. اليوم سوف أعلمكم كيف تقومون بزيادة التحكم في إضاءة الحاسوب أو شاشة الكمبيوتر لكي تتفادوا الأشعة المضرة، وهي أشعة زرقاء التي تنبعث من شاشة الكمبيوتر والتي تعد غير صحية لجسم الإنسان وحتى لبصره. فسنقوم بشرح في هذا الفيديو إن شاء الله طريقة للتحكم في إضاءة الكمبيوتر، ثم التحكم في ألوان وسطوع شاشة الكمبيوتر بدون استخدام أي برنامج، أقول بدون أن تقوم بتحميل أي برنامج من الإنترنت. فلذلك سوف نشرح طريقة تقليل أو زيادة الإضاءة في أي لابتوب أو كمبيوتر أيضا. فهذه الطريقة موجودة في الحاسوب في حد ذاته، ولن تقوم بتحميل أي إضافة ولا أي شيء بالنسبة للويندوز، فهي توجد في الويندوز. تابعوا معي إلى آخر الفيديو ونلتقي بعد الفاصل بإذن الله تعالى. هذه الحلقة برعاية موقع ملوك التسويق www.kingsmarketing.net. زوروا موقعنا، يحتوي على العديد من قصص النجاح ودراسات الجدوى للمشاريع الناجحة واستراتيجيات التسويق الإلكترونية لتعلم التسويق الرقمي عبر الإنترنت. www.kingsmarketing.net. ملوك التسويق. السلام عليكم من جديد. أولا سوف نقوم بالتوجه إلى هذه الأيقونة، أيقونة الباتري، ثم تقوم بالضغط على Adjust Luminosity de l'écran. أنا يعني أستخدم اللغة الفرنسية في حاسوبي. يمكنك تقليل الإضاءة وزيادتها من هنا، قد لا تظهر الآن في الشاشة لأني أصور الشاشة بالبرنامج في داخل الحاسوب، لكن سأصور لكم كما ترون الآن، أصور بالكاميرا كيف تظهر الشاشة عندما أزيد الإضاءة، تزداد وتنقص. أو يمكنك الضغط هنا بإدت ثم تقوم بزيادة الإضاءة كما تريد، وتضغط على انغجستري أو ريجستر ويقوم بحفظ الإعدادات. هذه الطريقة الأولى. ثم سننتقل إلى القسم الثاني، وهي عن طريق أداة تمكنك من يعني تعديل الألوان وتعديل البيان وتعديل الإضاءة وتعديل العديد من الأمور. هناك ثلاث طرق لاستخدام هذه الأداة التي تكون أصلا مع الويندوز ولا يعرفها الكثير من الناس. أول طريقة هي الضغط على Start من الكيبورد، كما ترون تنبعث لنا هذه النافذة، أو ببساطة أن تضغط على Start هنا، ثم تقوم بكتابة اسم هذه الأداة وهي DCCW. تخرج لنا هذه الأداة، نضغط عليها كليك يمين ثم Envoy Ver ثم بيغو، أو لإنشاء اختصار على سطح المكتب كما ترون، هذا هو الاختصار. أو يمكنك فعل نفس الطريقة والضغط عليها وتفتح معك وتشتغل، أو يمكنك جعلها هنا لكي تتحكم فيها في أي وقت تريدها، تضغط عليه مرتين وتفتح. الطريقة الثانية وهي عن طريق الذهاب إلى Start ثم Panel de Configuration أو Control Panel، تضغط عليها ثم تذهب إلى Appearance et Personalization، تضغط على هذه الأيقونة، ثم تذهب إلى Affichage ثم إلى Etalonner les couleurs. بالطبع فيها هذا الزر الخاص بالAdministrator أو الAdmin الخاص بالحاسوب أو مدير الحاسوب، تضغط عليها ويفتح معك هذا البرنامج وهذه الأداة. بالطبع هناك طرق كثيرة للذهاب إلى هذه الأداة، ومن بينها كذلك أن تضغط على Start ثم تبحث عن Run تفتح Run عفوا
تكتب رون أو أنا يعني إن كنت تستخدم الإنجليزية في حاسوبك سوف تنبثق لك، وإن كنت تستخدم الفرنسية تضغط على أو تكتب اسم اكزي كي تي تكتب اكسيكوتي اكزي كي تي ثم ينبثق لك هذا البرنامج، ثم تكتب فيه dccw.exe تنقر على اوكي ثم يفتح معك البرنامج بكل بساطة كما ترون. هذه ثلاث طرق لاستخدامها للوصول إلى هذه الأداة وهي DCCW، المهم سننقر عليها في سطح المكتب. تجد هذه الصفحة، نتجاوزها بالضغط على Suivant أو Next Suivant، ثم تضغط أيضا على Suivant. كما ترون هذه أشعة جاما كما ترون، يمكن يعني يشرح لك كيفية استخدام هذه الأداة. ثم هنا يمكنك التحكم في إضاءة الحاسوب أو أشعة جاما في الحاسوب، يمكنك خفضها أو زيادتها كما تشاهدون. أو الضغط هنا لجعلها في الإعداد الافتراضي، سأقوم ب نقصها. تضغط على Next ثم Next ثم هكذا يشرح لك بالصور Next أو Suivant Next Next. ثم هنا كما ترون الألوان، سنقوم بتعديل الألوان. تضغط على Next. هنا يمكنك التحكم في هذه الخيارات، خيارات الأزرق والأسود، الأخضر والبنفسجي، ثم الأحمر والأزرق كما تشاهدون. يمكنك التحكم في الألوان حسب عينك أنت وحسب ما تراه أنه مفيد لصحة عينيك وبصرك. تضغط على Suivant ثم تغميني كما تشاهدون. الآن يقول لك كيف تريد أن تتحكم في النص. rendre le texte à l'écran puis lisible. كما ترون إن قمنا بحذف هذا الخيار، عندما نقوم بتقريب النص كما ترون أو كما تشاهدون أن النص فيه بعض التقطعات أو تظهر البيكسلز الخاصة بهذا النص المكتوب. عندما تضغط على اكتيفي او اكتيف كما ترون، عندما تنبثق لك هذه النافذة تضغط على Next Next، تتخطى كل هذه الخيارات ثم يعني كما ترون تتخطاها كلها، ثم تنبثق لك هذه النافذة تقول لك بهذه العلامة، نعم هي علامة خضراء، بأن التطبيق أن الخيارات تم تطبيقها على الشاشة وعلى شاشة الحاسوب. كما ترون هذه الأداة يمكنك استخدامها في أي وقت تريد، تقوم بخفض الإضاءة وخفض الألوان وزيادتها ورفعها كما تريد في أي وقت تريد حسب استخدامك للحاسوب أو اللابتوب أو الكمبيوتر. سواء كنت تستخدمه بالليل أو بالنهار يمكنك يعني توازن الإضاءة حسب الوضعية التي وضعية النور لديك في المكان الذي تقوم بتصفح فيه جهازك أيا كان نوعه. لذلك أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم وأفادكم، وتعرفتم على كيفية القيام بتقليل أو زيادة الإضاءة في أي لابتوب أو كمبيوتر. بالطبع هناك برامج أخرى يمكن تنزيلها من الإنترنت فيها تحكم أكثر أدفانسد أو أكثر تقدما
من هذه الخيارات المتواجدة أو المتوفرة في الأداة التي توجد في الويندوز أو نظام الويندوز التي تطرقنا إليها في هذا الفيديو، وهي DCCW. يمكننا أن نتطرق إليها في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله. تابعونا في قناتنا بريال الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، كما لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم إشعارات بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. إن كان لديكم أي طلب أو اقتراح لحلقة أخرى إن شاء الله، ما عليكم إلا وضع تعليق في أسفل الفيديو. كان معكم سعيد، والسلام عليكم